بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم 23 من يوليو يوم النهضة المباركة. أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهنيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة والشعب العماني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، مشيدا جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الطيبة التي بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.